احنا حكينا مع محضرين اتصال، يعني مع ضربنا مثال مع شركة أها فور يو، ماركة فور يو. راح يكون معنا المدير التنفيذي لشركة ماركة فور يو، المهندس أسامة الصمادي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخير. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. شو رأيك بالتجارة الإلكترونية؟ طبعا احنا معانا المهندس أنس جفال، هو مختص في السوق الإلكتروني. راح نترك لك المجال لك وللأستاذ أنس للحديث عن هذا الموضوع بشكل مختصر. أهلا يسعد وسهلا مساك سيد فيكم أسامة. وبقناة البابلية وبالأستاذ أنس، تحية طيبة. أهلا أهلا وسهلا لي، فيك. شكرا جزيلا. يسعد بالنسبة مساك. أكيد، الله يسلمك، كيف حالك؟ الله يخليك يا من ربي. تماما، الشباب اللي سمعتكم طيبة و كله تمام. في سوق شكرا لكم، لك. ما شاء الله عليكم. التجارة الإلكترونية طبعا في الوطن العربي بنتكلم كواقع هو مبشر جدا جدا بالخير، لكن خلينا نقول في المقابل كثير من المواقع اللي بتم إنشائها سنويا، المواقع اللي قابلة خلينا نقول للاستمرار أو للحياة، هي نعم مواقع معدودة. نعم السبب أو من ضمن الأسباب اللي عدد المواقع الإلكترونية المتخصصة في التجارة الإلكترونية تقريبا بنعده على أصابع الإيد الواحدة، اللي هي موضوع أنه نفهم طبيعة الكاستمر العربي أو طبيعة العميل في الوطن العربي. بالضبط. حاليا في الوطن العربي نقدر نشبه التجارة الإلكترونية في بداية الولايات المتحدة الأمريكية وبداية أوروبا في هذا الموضوع. ربما الصعوبات في هذاك الوقت في بداية في منتصف التسعينات عانوا بكثير من الصعوبات في موضوع التجارة الإلكترونية، لكن قدروا أنهم يتجاوزوها على الرغم أن موضوع الإنترنت والكمبيوتر هو منتشر عندهم من فترة أطول من الوطن العربي. طيب حقيقة تفضل. أستاذ أسامة، أنت تفضل. عندك مدير، أنت مدير تنفيذي لشركة هي بالأصل في السعودية وفي فرع بالأردن، ماركة فور يو. نعم. تمام. كيف شايف إقبال الناس على السوق الإلكتروني؟ صار في ثقافة واسعة على هذا الموضوع؟ جدا، هو الموضوع تقريبا من سنة لسنة عم بصير في فروقات واسعة، يعني إذا نقارن مثلا 2014 مقارنة في العام الماضي عم بصير نسبة نمو بنحكي عن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تقريبا. بالضبط. والآن في مبشرات في 2015 كمان أنه يرتفع حجم التبادل في التجارة الإلكترونية على مستوى عمليات يعني المواطن العربي صار البيع يتقبلها. والشراء إلى حوالي 15 مليار دولار، بتقديري أنه هذا رقم حتى متواضع، يعني أنا ممكن يكون أضعاف أكثر. الرقم هذا. لكن كماركة فور يو بنحكي الأردن هي مصدرة للخبرات وفي مجال التجارة الإلكترونية، البنية التحتية من ناحية الكفاءات من ناحية المهارات متوفرة بكثرة، لهيك إذا بدنا نعمل خلينا نقول جرد لمواقع التجارة الإلكترونية اللي موجودة في الوطن العربي، معظمها تقريبا نسبة 70 إلى 80% هي كان مقرها الأساسي من الأردن، وانطلقت بدأت صارت تنطلق لدول الخليج. كحجم استخدام التجارة الإلكترونية طبعا في الخليج وربما الآن في المملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في هذا المجال، ومعظم الآن الشركات عم بتحاول تتنافس بحيث تدخل السوق السعودي بقوة. طبعا سبقتها الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، فنحكي عن بشائر جدا، يعني نتكلم أنس عن مبشرة الإجراءات جدا. يعني. نعم استاذ اسامه، بالنسبه لموقعك ماركه فور يو، بدايه انت عارف انه يعني خدمه المستخدمين ما بعد البيع يمكن كمان تكون اهم من جذب المستخدم نفسه، على اساس برضه يعطيه امبريشن منيح على الموقع تبعنا، فشو في عندكم خدمات بعد البيع للمستخدم لماركه فور يو؟ بدون شك خلينا نقول العميل احتياجاته بسيطه جدا. العميل خلينا نقول كتجاره الكترونيه ما في خلينا نقول الخبره الواسعه في استخدام التجاره الالكترونيه عمليه البيع او الشراء، لذلك من ضمن الاسئله اللي عم بيوجهوها العملاء سواء لسوق دوت كوم لماركة فور يو او لاي موقع اخر، وين معارضكم؟ يعني هذا معظم السؤال الاسئله اللي عم تطرح في هذا المجال، وين معارضكم؟ فموضوع التجاره الالكترونيه كمفهوم ما زال جديد عند الناس وعند العملاء، فمن واجب ومسؤوليه، انا ضد موضوع اللي هو تحميل خلينا نقول العميل مسؤولية الاستخدام الصحيح أو الخاطئ للإنترنت. من واجب المواقع التجارة الإلكترونية أنه تبدأ تعمل على عملية تعليم أو تثقيف
العملاء عن أهمية التجارة الإلكترونية. من ضمن الأمور اللي الاحتياجات المهمة للعميل أنه أنا بدي أطلب منتج، كيف بدي أدفع ثمنه، كيف راح يصلني إذا المنتج وصلني والله مثلا المواصفات مخالفة للمكتوبة عندي على الموقع، كيف راح تتم عملية الإرجاع؟ إذا حطيت سياسة إرجاع ممكن زي ما بتعرف أخ أنس عملية الشراء بتم اتخاذها خلال تقريبا 3 ثواني فقط. 100%. إذا كان في أحد الاستفسارات أو أحد الأسئلة غير واضحة بالنسبة للعميل هو ما راح يجازف في عملية. طيب مهندس أسامة، عندكم أنتم سياسة الإرجاع بشركتكم؟ نعم، سياسة الإرجاع تقريبا هي مفتوحة الآن لجميع المنتجات، حتى من ضمنها إحنا بنتعامل في اللي هي في أطقم النوم وملابس النوم التركية. هذا الصنف تقريبا يفترض ما تصير في عملية إرجاع، لكن إحنا في ماركة فور يو مفتوح الإرجاع لجميع المنتجات بدون بدون استثناء. وبيتم خلينا نقول المنتج بيتم عمليه استبدال. نعم باش مهندس، كمان بالنسبه لماركه فور يو، مين عم بيعرض عليه؟ انتم نفسكم لحالكم ولا في سيلرز من انحاء السعوديه مثلا بيعرض معكم عليه؟ يعني هو ماركت بليس ولا بس بلاي ستور؟ تمام، ماركه فور يو احنا بنصنف حالنا از ستور، ممكن سوق دوت كوم هو بلش في كماركت بليس. يس، واستمرينا لحد الان. بالضبط، والان احنا تقريبا متجر لانه بحاجه انه تكسب، خلينا نقول هذه بالنسبه للرؤيه الموجوده عند ماركه فور يو، انه تكسب ثقه العميل. هذه الثقه بحاجه انه بالاول تمتلك المنتج 100%. ويكون في تتحمل مسؤوليه المنتج، انه والله هذا المنتج انا عارضه عندي على الموقع، بتحمل مسؤوليه بيعه، بتحمل مسؤوليه ارجاعه ل العميل او استبداله. نعم، يعني خلينا نحكي انه حاليا نوضح للساده المشاهدين انه عمليه البيع اللي بتتم على ماركه فور يو هي من نفس ماركه فور يو، يعني نفس ماركه فور يو عم نعم هم بيستوردوا، هم عم يعرضوا البضائع ويشتروها. مهندس، تقريبا منتجات من تركيا، من فرنسا، من ايطاليا. نعم نعم، وفي مواقع ثانيه بتتيح لنفس المستخدم كمان يعرض سلعه ان كيس انه كان عنده سلعه. مهندس اسامه موجود عندنا، لكن خلينا نقول ممكن على بالمستقبل. نعم، لما نكسب خلينا نقول ثقه العميل، وزي ما بتعرف عمليه تاسيس شركات مع تجار او مع ثيرد بارتي هذه عمليه نوعا ما معقده، وبالتالي نعم نعم فيها تعقيد، انه فعلا المنتج يلبي احتياجات العميل وتمتلك قرار عمليه الارجاع او الاستبدال. نعم، او تعويض العميل. شكرا. نعم، جزيلا. شكرا المهندس أسامة الصمادي المدير التنفيذي لشركة ماركة فور يو، شكرا لهذا التعليق في فقرة كومنت لبرنامج منتصف معلومات مهمة باسلة، يعني شكرا.